سلامتك. سلامتك. يشكو الكثيرون من سوء الهضم، وهم يعنون علل مختلفة، فبعضهم يعني الإسهال أو الإمساك أو الحرقة أو زيادة الحموضة أو الشعور بالتخمة أو المغص، وكل هذه الأشياء وغيرها هي من عوارض سوء الهضم الذي لا يسهل تشخيصه إلا بمعرفة الأسباب والمؤثرات الحقيقية. فما هو سوء الهضم؟ تأتي معظم مشاكل الهضم من الطعام، أو لنقل بكلمات أخرى بسبب عادات الطعام السيئة، ومنها تحميل المعدة أكثر من طاقتها من حيث كمية الطعام أو أنواعه، وبخاصة تلك العسيرة الهضم والتي يصعب على عصارة المعدة هضمها، فتبقى لفترة أطول بالمعدة مما يجعلنا نشعر بالتخمة. ومن الأطعمة الصعبة الهضم نجد البقول مثل الفول والحمص والطعمية والعدس والفاصوليا واللوبيا، وجميعها تحتوي على نشويات صعبة الهضم. كما أن الإكثار من الأطعمة الدهنية يسبب الانتفاخ بطريقة أخرى أيضا، فمن خصائص الأطعمة الدهنية أنها تمكث في المعدة فترة طويلة فتسبب بطء عملية الهضم. كذلك يمكث الهواء المبتلع والموجود في المعدة فترة طويلة، وهذا هو السبب في كثرة الانتفاخ والإحساس بالامتلاء إن زادت الأطعمة الدهنية عن الكمية المقبولة المعقولة. وعلاج هذه الحالات لا يكون بالعقاقير والأدوية المهضمة، ولكن بعدم الامتلاء واتباع عادات غذائية سليمة تجنبنا اضطرابات المعدة التي هي كما تقول الحكمة الحكيمة بيت الداء. أراك لا تأكل البصل. كل يا رجل، هذا موسم البصل الأخضر، تفضل. معذرة يا بكر، معذرة، البصل يؤذي معدتي. لو عرف الناس منافعه ما تركوه. عندما أكل بصل أشعر باضطراب معوي، غازات وغثيان، لهذا أتجنبه. هذا يحدث معي إذا شربت الحليب. أنا أشرب الحليب وآكل البصل ولا أحس بمعدتي بأي شيء. بعض الناس لا تتحمل معدهم بعض الأطعمة، وبعضهم يأكلون أي شيء. ليس البصل وحده يؤذي معدتي، إنما بعض الأطعمة الأخرى كذلك. في هذه الحالة تكون مراجعة الطبيب بالنسبة لك ضرورية جدا. لقد راجعت كثيرا، يقولون لا يوجد شيء، هذا حال معدتي. يراجع الكثير من الأشخاص عيادات الأطباء وهم يشكون من آلام ومتاعب في جهازهم الهضمي، كشعور بثقل الطعام بعد وجبة طعام دسمة، أو يشكون من الانتفاخ والغازات، أو من حرقة وحموضة تصعد للبلعوم. وبما أن أمراض المعدة متشابهة ومترابطة، ولصعوبة تحديد موضع الألم ولغموض الشكوى، يبدأ الطبيب عمله بالاستفسار عما يعانيه المريض، والإجابات الدقيقة تمكن الطبيب من الوصول إلى التشخيص السليم. لذلك على المريض أن يشرح للطبيب بشكل واضح الأعراض التي يشكو منها ليتمكن من التعرف على العلة. وقد تكون أعراض سوء الهضم ناتجة عن مرض عضوي في الجهاز الهضمي، لذا يسعى الطبيب إلى تتبع أعراض المرض وتحديد منطقة العضو المريض لمعالجته. في
مجلة سلامتك هذه مقالة تقول أن بعض أمراض البطن في المعدة والكبد لها علاقة في أمراض الأسنان والتسوس والتهابات اللثة، وتريد أن تتأكد مني ها؟ أحياناً أشعر في ألم في البطن، ألم خانق حارق، وهذا الألم يذهب أم يبقى؟ لا يذهب ويعود. فقلت لنفسي ربما يا أبا بدر تكون إحدى أسنانك متسوسة فتسبب لك تلك الآلام. اسمع يا أبا بدر، صحيح أن هناك علاقة بين أمراض الأسنان وأمراض الجسم الأخرى، ولكن هذا وتحديد هذا لا يتم بتكهنات ذاتية، إنما بفحص أصولي عند الطبيب. الفم والأسنان هي جزء من الجهاز الهضمي، وأية علة في الأسنان تؤثر على الهضم، بل إن تسوس الأسنان ينعكس على بعض أجزاء الجسم، ولذلك يكون من الضروري في حالات عديدة مراجعة طبيب الأسنان ومعالجة الأسنان للتخلص من علل الهضم ومشاكله. تجويف الفم أول جزء من القناة الهضمية، والذي يستقبل الطعام يومياً، وفي الفم فك علوي وآخر سفلي تحركهما عضلات قوية هي أقوى عضلات الجسم، وبكل فك 16 سناً ما بين قواطع وأنياب وضروس تقضم وتقطع وتطحن الطعام بقوة وبطريقة فعالة وسريعة. لذلك يوصي الطبيب دائماً بأن نمضغ الطعام ببطء إلى أصغر قطعة ممكنة. وفي الفم الغدد اللعابية، وهي تحتوي على إنزيمات أو خمائر هاضمة للمواد النشوية، فضلاً عن دور اللعاب في ترطيب الطعام وتسهيل انزلاقه إلى المريء ومن ثم إلى المعدة. إن بقايا الطعام بين تجاويف الأسنان والضروس هي خير مرتع تنمو فيه الجراثيم، وينتج بنمو الجراثيم مادة حامضية تساعد على تآكل الأسنان، إلا أن السائل اللعابي وخاصيته القلوية تعادل التأثير الضار لهذه المادة الحامضية فتقي الأسنان من الخطر. إلا أن هذه الوقاية لا تستمر طويلاً، فنحن أثناء النوم لا نأكل ولا نتكلم، وبالتالي يقل إفراز اللعاب عند النوم إلى درجة كبيرة، مما يتيح للجراثيم أن تنشط وتتكاثر وتقوم بعملها الضار والمخرب في الأسنان واللثة. وحتى لا يصبح الفم بؤرة لنشاط جرثومي، يوصى دائما بتنظيف الفم والأسنان جيدا بعد كل وجبة طعام وقبل النوم مباشرة لإزالة بقايا الطعام والقضاء على مسببات التسوس. إن فرشاة أسنانك القديمة غير قادرة على التخلص من الجراثيم وبقايا الأطعمة العالقة في الشروخ الموجودة بين الأسنان. على العكس من هذا، تعمل تلك الفرشاة القديمة على إتلاف اللثة تماما، وبالتالي تزود الجراثيم بكمية رائعة من الدماء لتتغذى عليها. إن أكثر الوسائل فعالية في القضاء على تلك الأوساخ والتخلص من عدوك هي فرشاة جديدة لأسنانك. هل ستلازمني هذه الحالة كثيرا يا دكتور؟ هل أراحك الدواء الذي وصفته لك؟ كان يريحني لبعض الوقت. شكرا. أحيانا أتساءل يا دكتور، هل الغازات والانتفاخ ستبقى معي طوال حياتي؟ ليس أمامنا غير الاستمرار على العلاج ومكافحة المسببات.
الحالة هذه يا دكتور أصبحت تنغص علي حياتي، دائما أتجشأ ودائما أشعر بالانتفاخ والامتلاء. هذا من أعراض سوء الهضم. للأسف لا يوجد في الطب مصطلح يسمى عسر الهضم. قد يكون المريض صحيح فيما ذكر، ولكنه ليس مرضا، بل قد يكون أعراضا لأمراض كثيرة تصيب الجهاز الهضمي. فنحن عادة نسأل المريض ما معنى عسر الهضم. قد يكون انتفاخا، وقد يكون ثقلا يحس به، وقد تكون آلاما، وقد يكون إمساكا. فإن كان انتفاخ فنحن عادة نبحث في أسباب الانتفاخ. قد يكون التهاب في المرارة أو إجهاد في المرارة، ولتفرز العصارة المرارية اللازمة لعملية الهضم، مما ينتج عنه سوء الهضم وبالتالي انتفاخ أو تجمع الأكل الغير مهضوم. قد يكون التهاب في البنكرياس، أو قد يكون التهابات في الأمعاء، أو قد يكون إمساك. أما إذا كان آلاما فالآلام التي تسبب آلام في المعدة كثيرة جدا، منها القرحة، ومنها التهاب البنكرياس خصوصا الحاد وقد يكون المزمن، ومنها التهابات المرارة، ومنها أيضا التهاب القولون أو العصب القولوني الحائر، وهو من أكثر الأمراض شيوعة في الجهاز الهضمي أو في الأمراض الباطنية عموما. قد ما يحس به المريض هو مجرد إجهاد للعملية الهضمية في كل الجهاز الهضمي. فإذا أفرض المريض مثلا في الأكل وأكثر من الأكل، فبالتالي هذا يمثل عبئا ثقيلا على الجهاز الهضمي، لا يستطيع أن يتناوله بسهولة، فيعمل نوع من الارتباك في العملية الهضمية، بما يمثل ذلك من اضطراب في الهرمونات والإنزيمات في جسم الإنسان. فنحن عادة ننصح المريض بأن يتبع قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلث للماء وثلث للهواء وثلث للطعام. فلماذا الإنسان يفرط في الأكل؟ هل هو بقيت أن يحسن من صحته؟ فكلمة لازم لابد أن نقولها أن الجسم لا يأخذ كل ما يأكل، الجسم عادة يأخذ ما يحتاجه من الأكل. فإن أكثر المريض من الأكل فالجسم يلفظه ويرفضه ويخرجه في صورة فضلات. فلماذا الإجهاد وإجهاد الجهاز الهضمي؟ هذه نصيحة نوجهها للأخوة، نرجو أن يتعظوا بها. المشكلة يتوقف حلها عليك. علي أنا يا دكتور؟ نعم. فبعض المرضى مثلك الذين لا يشكون من مرض عضوي، أعتقد أن سبب الانتفاخ هم أنفسهم، فطريقة طعامهم وطريقتهم في الأكل وهواية بلع الهواء. ماذا؟ هواية بلع الهواء؟ كيف؟ يبلع الإنسان الهواء لا إراديا في أثناء الكلام ومضغ اللبان وحالات عديدة أخرى، وبصورة خاصة في أثناء التدخين. مع الغازات أكاد أشعر بالاختناق، وأنا أيضا، ولا أشعر بالراحة إلا إذا تقيأت، وأنا أيضا. وتتركز الغازات كلها في الجهة اليمنى من بطني. وأنا أيضا. وأنت أيضا. أما إذا أكلت البصل فتحدث كارثة. أما أنا إذا أكلت البصل لا تحدث كارثة. وفي الليل يحصل عندي غثيان وحرقة وحموضة. وأنا أيضا. لو سمحت، ماذا جرى لكما؟ أحدكما يقول أشعر بكذا، والثاني يقول أيضا، وأن تقول أحس بالطرف هذا، والثاني يقول أيضا. ماذا جرى لك يا بكر؟ كل منا يحمل همه، وما ذنبنا نحن كي نحمل همكما؟ أنا لا هم عندي. الرجل سألني لماذا تضع يدك على بطنك، قلت له أشعر بالانتفاخ. هذا كل ما في الموضوع يا بكر، فلا تغضب. أنا أعرف مشكلتك، أنت لا تتحمل أكلة فول. اليوم أكلت صحن فول مع بصل مع زيتون مع مخلل. أخ، الحق على صالح. علي أنا؟ ما ذنبي؟ ما ذنبك؟ صنعت صحنا من الفول
وأحضرت المخلل والزيتون والبصل، ماذا تريدني أن أفعل؟ ها؟ عليك أن تتحلى بالإرادة أمام الطعام الشهي وتعرف ما يضرك وما ينفعك. يقول الإرادة، يا عزيزي أنا أفقد الإرادة تماما أمام الأكل الشهي، وأنا أيضا. عندما لا يكون هناك سبب عضوي لعسر الهضم أو لكثرة الغازات، ينتبه الطبيب إلى وجود عادات غذائية غير صحيحة لدى المريض، أو يرى أن السبب يعود إلى نوعية الطعام والشراب. فهناك أطعمة ومأكولات صعبة الهضم نسبياً، كالبقول والدهون والمواد الحارة، وعندما تصل بقايا هذه الأطعمة إلى القولون فإنها تتفاعل مع البكتيريا غير الضارة الموجودة بشكل طبيعي عند كل إنسان، وهي تنشط وتتفاعل مع بقايا الأطعمة، ويكون ناتج هذا التفاعل غازات من نوع آخر تتميز برائحة كريهة. ولقد أثبت التحليل على عينة مأخوذة من الغازات التي تخرج من المستقيم أنها تحتوي على غاز النيتروجين بنسبة تصل من 20 إلى 60%، كما تحتوي على غاز ثاني أكسيد الكربون والهيدروجين والميثين ذي الرائحة الكريهة، وهذه الغازات هي نتيجة لتفاعل الجراثيم مع بقايا الطعام. ومن أعراض سوء الهضم أيضا الإحساس بالحموضة والحرقان في منطقة فم المعدة، ويصاحب هذا الإحساس في بعض الأحيان ارتجاع لسائل حامضي في المعدة إلى تجويف الفم، خصوصا عند النوم مساء أو بعد وجبة طعام دسمة. والأمر الطبيعي هو أن لا يشعر الإنسان بحموضة المعدة إطلاقا مع كل ما نعرفه عن تركيز حمضي شديد في سائل المعدة، فالعضلة التي تتحكم في الفتحة الموجودة بين أسفل المريء وفتحة المعدة لا تسمح بارتجاع الطعام عادة. وأسباب تراخي وضعف هذه العضلة كثيرة، أهمها القلق النفسي والتوتر، فإن الجهاز العصبي هو الذي يتحكم بوظيفتها، كما أن امتلاء المعدة بالهواء والطعام يساعد على الإقلال من كفايتها. وحيث إن الغشاء المخاطي المبطن لأسفل المريء غير مهيئ لاستقبال الأحماض فإنه يتآكل. ويبقى أهم دواء وأنجاحه لتجنب سوء الهضم، وهو أن يعرف الإنسان ماذا يأكل وماذا يشرب وكيف. تنوع الغذاء يغني عن الدواء، تنوع الغذاء يغني عن الدواء، فكل قليلا دائما من كل ما تشاء، لحم بقول خضر فواكه وماء، من أي أكل قطعة، من أي شرب جرعة، نوع وكل وامضغ بدون سرعة، تهضم بلا عناء، وفي الغذاء الصحيح يكون هضم مريح. عم تبحث؟ أتذكر أني أحتفظ بدواء يعالج حموضة المعدة، أشعر بحموضة شديدة. وهل وجدته؟ كلا، كأنه تبخر. بدلا من أن تبحث عن دواء قديم اشرب زجاجة مياه غازية. لا أستسيغ المياه الغازية. الناس تشربها برغبة وأنا منهم. الناس تشرب وتأكل كل شيء، ولكن العاقل هو الذي يعرف ما يضره وما ينفعه. طيب، هل تعرف معلتك؟ أشعر بحموضة، حموضة شديدة هنا في معدتك أم في بلعومك؟ وما يدريني، المشكلة لا تنتهي، كل يوم معي حموضة. سلامتك. سلامتك. سلامتك، نود لك سلامتك، 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 نود لك سلامتك.
نودلك سلامتك 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 نودلك سلامتك 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 نودلك سلامتك لأنك الإنسان تعمر الأوطان نودلك سلامتك نودلك سلامتك تبدو بتاج العافية ما أسعدك تبدو بروح عالية ما أسعدك تبدو